وفي الحقيقه هذا التجمع الثاني، التجمع الاول وقع في 11 ابريل وشارك فيه عديد المنظمات، وهذا الشيء الجديد فيه هو انه فيه 13 منظمه منهم الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الجهوي للشغل اللي جمعنا فيه من في المظاهرات اللي وقعت من 17 ديسمبر 2010 الى 14 جانفي 2011 كان، واللي ذكروها هالي القروان. واليوم يعني بعد 6 سنوات نفس المطالب هاك تشوف لها مازالت موجوده، يعني في التنميه القروان هي الاخرانيه، في نسبه الفقر هي الاولى، في نسبه زاد الاميه هي من الاوائل، والبلاد يعني هيك تشوف مش متلفت لها حتى حد، وحتى واحد ما منتبه لقضايا التنميه الموجوده. بالنسبه لي انا كمواطن عادي نتكلم على روحي وعلى الوليدات البطاله اللي جو معايا، جينا بستوب من معتمديه مازمير، جينا لهنا بستوب باهي لا نتابع لا فلان ولا فلتان، انا نتكلم على روحي انسان جيعان، كي نقول لك جيعان معناه جيعان وفعلا خاطر الشبعان وجيعان ما يتقبلوش فرد طاوله باهي، انت تحدث فيه على الشبع انا جيعان، انا نتكلم على روحي نتكلم على الوليدات اللي معايا العاطلين على العمل، عملنا وقفات احتجاجيه جاء الحاكم فض شنو هو الهمه جايه وعباد سكاره وعباد واحد، نحن ناس متدينين ونخافوا رب، ردونا سكاره ردونا مزطلين مع الوقفه الاحتجاجيه، جاء الحاكم فرط يجيك ما نعرفش تجيك كوم فمن قروان يعني تجيك ما اطلع روح صاي، ما عندكش الحق في حد شيء، معناها حتى الاعتصام ما عندكش فيه الحق. الشعب ما عادش حاشتنا بالماء، ما عادش حاشتنا بالتنميه اللي وعدتونا بها، اللي جاء مجلس وزاري انعقد في حاجب العيون وفي عده مناطق وعدوا بالكذب، تخالفوا على الوعود نتاعهم، كذبوا على الشعب، ماطلوا الشعب، سيفوا الشعب، يزم التسويف، فهمنا اللعبة، اليوم لعبة نظام. هناك دولة عصابات وهناك أبناء شعب مضطهد في كامل المناطق في كامل تونسنا، اليوم الشعب يطالب بحقوقه، يا إما حقوق متاعنا وحقوقنا في خيرات البلاد، في نفطها، في برتقانها، في دقلتها، في الملح متاعها، في فصفاتها، في مائها، يا إما ديجاج اخرجوا تونس تتقيؤكم يا عملاء يا حكومات العماله، تونس قالتكم ديجاج يزي، شعب فد منكم فد مطربسيه جدد، انتم وعصاباتكم ما تقدروش على الشعب، والتاريخ اكد انه الانتصار دائما للحق، والشعب التونسي على حق وسينتصر على حكومات العماله وعلى عصابات تمثل الدوله التونسيه. الشعب يعاني في الايام يا حكومه الالتفاف، الشعب يعاني في الايام.